نسمع اخبار نادي الاهلي. واتفق مجلس اداره النادي على متابعه التقارير الطبيه الخاصه ببدر بانون خلال الايام اللي جايه لمعرفه طبعا موقف اللاعب النهائي، سواء بقى بقدرته على العوده للعب او الاعتزال. وخليني اقول لكم ان قرر مسؤولي الاهلي ان هو هيتم تحديد التعاقد مع مدافع جديد، طبعا ده بناء على التقرير الطبي اللي هيستلمه مجلس الاداره من الجهاز الطبي خلال الشهر الجاي. كمان هيخضع ثلاثي الاهلي طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي ومحمود وحيد لفحص طبي قبل طبعا اول مران للفريق بعد مباراه المصري، بعد ما خرج الثلاثي من قائمه الاهلي لمباراه المصري بسبب طبعا اصابات بسيطه. واستبعد موسيماني كل من في المباراه حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمود وحيد من قائمة أمام المصري النهاردة للإصابة، لأن حمدي فتحي بيعاني من الألم في الحوض بينما اشتكى طاهر محمد طاهر من كدمة في الركبة. أما لو اتكلمنا عن محمود وحيد فهو كمان بيعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.